تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، حلقة جديدة من برنامج المشهد نخصصه اليوم للحديث عن تطور في ملف الأزمة السورية. هذا التطور هو المتعلق بالاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع إيران والنظام السوري وروسيا، والذي انعقد في العاصمة الإيرانية طهران يوم الخميس الماضي. الهدف المعلن من هذا الاجتماع هو بحث الأوضاع الراهنة، خاصة على الوضع الميداني، وأيضا وضع خطط وتصورات لما يمكن أن تجري عليه الأوضاع في الفترة القادمة. لكن بعض الكواليس التي تسربت من هذا الاجتماع تقول أنه الأجواء لم تكن ودية كما أشيع وأعلن. هناك حالة ربما من الغضب الإيراني بسبب أن التفاهمات الروسية الأمريكية قد تجاوزت ردود الأفعال الإيرانية، أو لم تضع إيران في حسبانها بالقدر الكافي. بعض التكهنات الأخرى ذهبت إلى أن إيران تريد من روسيا أن تشارك بشكل أكثر فعالية في معركة تحرير الرقة ومن بعدها حلب. أيضا روسيا تريد من الولايات المتحدة أن توفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالأمور الميدانية في سوريا. إذن يعني أكثر من بعد في هذا اللقاء نتحدث عنه الآن على الهواء مباشرة، ومعنا دكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. اسمح لنا في البداية وحضرتك بخير، نخرج في البداية لمتابعة هذا التقرير الذي يرصد الاجتماع وأسبابه وما خرج عنه ونعود نبدأ. اجتماع ثلاثي بين وزراء دفاع إيران وروسيا وسوريا عقد في العاصمة الإيرانية طهران لبحث تكثيف المواجهات ضد المسلحين في سوريا. وتأتي المحادثات في وقت تكثف دمشق فيه حملتها العسكرية ضد كل من تنظيم داعش وفصائل مقاتلة في مدينة حلب تتهمها بالتواطؤ مع جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا. ومن جانبه قال وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان إنه عازم مع نظيريه الروسي والسوري على خوض معركة حاسمة ضد من أسماهم بالجماعات الإرهابية. وأشار دهقان إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال عرقلة أو منع هذه المجموعات من تلقي الدعم السياسي أو الأسلحة التي تسمح لها بشن عمليات على نطاق أوسع. وأوضح وزير الدفاع الإيراني أن الخطوة الأولى نحو استعادة الأمن في المنطقة هي وقف إطلاق نار شامل وتوزيع المساعدات الإنسانية، مشددا على أن دعم الجيش السوري شكل موضوعا رئيسيا آخر خلال المحادثات. وأرسلت موسكو مقاتلات وقوات خاصة دعما للنظام السوري، في حين نشرت طهران مستشارين عسكريين ودربت مسلحين موالين للحكومة السورية وزودتهم بالأسلحة. ومن جانبه أكد وزير الدفاع الروسي ارتياحه للحوار والتنسيقات التي تمت في اجتماع طهران، معربا عن أمله برفع مستوى التعاون بين الدول الثلاث في مسيرة مواجهة الإرهاب وأحلال الأمن والاستقرار المستديم في سوريا. أهلا بحضراتكم من جديد دكتور سمير. إذن كيف تقرأ هذا الاجتماع وتوقيته والمكان أيضا الذي انعقدت فيه؟ لماذا في طهران تحديدا؟ لا، هو طهران بتحاول تثبت في كل وقت، وخاصة بعد اتفاق 5+1، أنها أصبحت دولة عظمى. يعني هو فضل إيران بس تطالب بحق الفيتو، يعني تبقى دولة دائمة العدوية. ولكن زي ما ورد في التقرير وتفضلت سيادتك، هو الحقيقة الاتفاق ليس كامل ما بين التلات أطراف، ولكن في طرف منهم اللي هو الجانب السوري هو مستفيد من الطرفين لسبب، لولا الجانب الروسي يعني كان زمانه يعني ربما في خبر كان. صحيح، ما حدش ينكر ان تحسن الوضع النسبي لنظام بشار بشكل كبير، وكانت اول معركه تدمر بالميرا، كانت اول معركه ينتصر فيها الجيش النظامي الجيش العربي السوري ضد داعش من بدايه يعني 5 سنين من ما بين ثورة وعمليات إرهابية وخلافة.
لكن لو بصينا للإيرانيين والسوريين هم مش متفقين الحقيقة لما بعد بشار الأسد وللتحضير لما بعد بشار الأسد. يعني هم متفقين في الفترة اللي هي في بقاء بشار. حتى في بقاء بشار، لكن ما بعدها هي دي الفترة اللي ما فيش فيها اتفاق. لا، وخاصة ان الجانب الروسي خفف من نبرة اصراره على بشار. الجانب الروسي، الجانب الروسي خفف نبرته سيد سيرجي لافروف، خففها يعني ما بقاش بيتكلم بالحدة الاول. يعني لما الامريكان بيطرحوا ان ربما يبقى في الفترة الانتقالية 18 شهر ويرحل، ما بقوش الروسيين يعني متمسكين بيه. بس قيل انه هذا من باب المراوغه، يعني قد لا يكون موقف حقيقي ولكن من باب يعني التوائم مع الموجات الدوليه الى حين الحسم يعني. لا، هو الحقيقه ما يفرقش معاه سواء ياتي جنرال اخر من الجيش السوري، والروس الحقيقه علاقتهم تاريخيه بالجيش العربي السوري، أو يأتي حد من الأسرة العلوية، فلن لسبب مسببات وجود الروس في الشام أو في سوريا تغيرت عقب إسقاط الطائرة الروسية عن طريق تركيا. يعني قبل إسقاط الطائرة كان وجوده مجرد أنه هو جاء بدعوة من رئيس يراه شعبه أنه هو شرعي أو يراه جزء شعبه، وراه حتى الأمم المتحدة يعني ترى أنه هو حتى الآن هو رئيس شرعي. لكن عقب اسقاط الطائره، وهو ده الحقيقه، كانت تركيا قدمت يعني سوريا على طبق من ذهب للروس، يعني اصبح وجوده لانه ينتقم، لانه يحارب الارهاب. فيعني فالارهاب، انا وقعت طيارات في الارهاب، انا فقدت طيارين. فاصبح وجود بشار الاسد لا يحتاج يعني الاول كان شويه شرعيه وجود الروس، وان كانت القوى العظمى لا تبحث عن شرعيه، يعني لم تبحث عن شرعية أمريكا في العراق. إذا كان نفسه الرئيس المعترف به هو يعني يدعم وجودها، هو يحتاج إلى وجودها بالأساس. لكن حتى إن رحل بشار لن تسقط مسببات وجود لكن إحنا عايزين بس نشير بسرعة، عشان إحنا كلمنا شوية في العموم في نماذج للخلافات اللي ما بين الإيرانيين والروس. إيران بتدعم ميليشيات الدفاع الوطني، وهي ميليشيا لا تتبع لجيش بشار. روسيا بتدعم الجيش العربي السوري، الجيش الرسمي وبشكل رسمي. ودعت روسيا أكثر من مرة إدماج الميليشيات السورية، لأن هناك ميليشيات عراقية وميليشيات لبنانية، أن تدمجها في الجيش السوري العربي السوري، ورفضت إيران، لأن إيران بتحاول تعمل استنساخ لنموذج الحرس الثوري الإيراني أو نموذج البسيج في سوريا. فتصبح إيران متواجدة في سوريا، يرحل من يرحل ومن يبقى فتتحول. قوات الدفاع الوطني اللي دعمتها إيران وصلت لمئة ألف مقاتل، يعني ربما تقترب أو تتخطى حتى الجيش العربي السوري اللي هو كان في بداية الثورة السورية كان 450 ألف، اللي وصل أقل من 150 ألف. بس هذا دون اعتراض من أي أطراف دولية، يعني هكذا تسير الأمور، إيران تفعل ما تريده. لا، لسبب الأطراف الدولية مشغولة بتورطة سوريا ما بعد، يعني هي فكرة كل هؤلاء يتنازعون الآن على ما يطلق عليه سوريا المفيدة، اللي هي المنطقة من حدود الأردن في السويداء درعا مرورا بدمشق وحما وحمص وحتى اللاذقية في جنوب مناطق الأكراد في اللي هو خليج الأسكندرون على حدود التركية. فدي سوريا المفيدة اللي تمثل تقريبا 15% من مساحة سوريا كلها، وتقريبا ربع سوريا اللي هي مأهولة، اللي هي تقريبا لأن في جزء كبير صحراء، وعلى فكرة داعش معظمها، يعني داعش نظريا تسيطر على 55%، بس هي في الواقع أقل من 15%، الباقي مناطق صحراوية غير مأهولة أساسا، غير مأهولة، اللي هي على الحدود العراقية الأردنية اللي هي يعني مناطق جنوب الرقة وجنوب دير الزور، مناطق صحراوية. فده هذا خلاف، بالإضافة لأن الروس مش أصحاب أيديولوجية في المنطقة، مش أصحاب نزعة مذهبية، يعني هم يعني لا هم شيعة ولا سنة. الإيرانيين جايين بيعملوا ميليشيات بدوافع مذهبية وأيديولوجية. روسيا الاتحادية تخطت نموذج الأيديولوجيات الخاص بالاتحاد السوفيتي السابق. دلوقتي روسيا بتتعامل بالليبرالية وانفتاح ربما أكثر من أوروبا وأمريكا،
في 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 صورتها الحاليه على الاقل خارجيا، اما الداخل الروسي فهذا شانهم زي ما شاننا احنا. لا يعني احنا بنتكلم فيما يتعلق بالضبط بقضايانا. فهي فكره ان حتى مؤيدي الاسد، مؤيدي الاسد الناس العلمانيين والمتحضرين بيفضل التعاون مع روسيا لانها مش جايه تقول شيعي وسني وتجيب ميليشيات عصابة اهل الحق وفيلق بدر ملهاش فايده يعني هي ملهاش فايده. اما ايران فهي النموذج الايراني معروف في كل حته ان هو يلعب على المذهبي الطوائف والمذهبيات والطوائف، الشحن بيكون شحن ديني، وان كان المئة ألف اللي بتحشدهم في قوات الدفاع الوطني منهم سنة، بس السنة مين؟ السنة المهمشين، السنة المجرمين، السنة الشبيحة يعني اللي حتى المئة ألف اللي هم عاملينهم. فأصبح الآن الصراع في سوريا ليس من انتقاص من مناطق سيطرة المعارضين اللي هي سواء كانت النصرة أو أحرار الشام أو اتحاد الفتح، تنظيم الفتح أو التنظيمات الراديكالية، لكن أصبح الصراع أن كلا الطرفين سواء الإيراني أو الروسي يسعى من انتقاص من مناطق سيطرة الآخر. فهذا خلاف آخر على موضوع الفيدرالية. روسيا كما يعني خففت من اعتراضها على رحيل الأسد أو مجرد فكرة رحيله، خففت بل كانت شريكة في مقترح الفيدرالية. طبعا الفيدرالية من حيث المبدأ هي بتخدم الأكراد اللي هم البي دي اللي هو حزب العمال، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني اللي هو موالي لحزب العمال الكردستاني شديد الخصومة مع الجانب التركي. فإيران بتتبنى مذهب الأسد، والحقيقة هو مش مبدأ الأسد من باب النفعية، يعني مصلحتها في هذه اللحظة هي بقاء سوريا موحدة، وخاصة يخشى من انتقال الفيدراليات الى اكراد ايران نفسهم. صحيح. طيب اسمح لنا فندم انه نذهب الى روسيا مباشره ونستطلع من هناك ابعاد وخلفيات هذا الاجتماع الذي شاركت فيه روسيا. ينضم الينا عبر الهاتف السيد فاتسلاف ماتوزوف محلل السياسي من موسكو. مساء الخير يا فندم. مساء النور. نتحدث عن هذا الاجتماع الثلاثي الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران والتباينات في وجهات النظر التي يعني بالتأكيد طرحت على مائدة الحوار فيما يتعلق بالأزمة السورية. ما هي مظاهر الاختلاف الآن بين روسيا وإيران فيما يتعلق بسوريا؟ بدون شك أن علاقات في مجال العسكري بين إيران سوريا وروسيا الآن أصبحت قويا، وإذا كانت في الماضي هناك كانت مرحلة تنسيق المواقف، اليوم ممكن نحن نتكلم عن تعاون إيراني سوري، تعاون إيراني روسي سوري. يعني الكل ثلاث الدول مسلمة لإلغاء الوجود القوة الإرهابية داعش نصرة وكل الدول منظمات متعاونة معهم من أراضي سورية. وهذا ليست التدخل في شؤون الداخلية لسوريا، أما هذا بيطالب من سلطة سورية. صحيح. بيطالب سلطة سورية ليساعده في قيام بالواجب الوطني حماية الوحدة الأراضي وسيادة الدولة السورية، وكذلك هناك التحالف الأمريكي الذي تشجع القوات الكردية.